نظمت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر قافلة طبية بالوحدة الصحية بحماطة وبرنيس التابعتين لإدارة مرسى علم الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قال منسق القوافل العلاجية بالبحر الأحمر وسيم إدوارد إن القافلة قد وقعت الكشف على 117 حالة من مختلف التخصصات الطبية، منها إجراء الفحص المعملي والأشعة والسونار والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. وصلت القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة إلى وادي فيران التابع لمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء. وتتضمن القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي وادي فيران والمناطق المجاورة بأبورديس في عدة تخصصات طبية ومعملية مع توافر صيدلية لصرف العلاج بالمجان، ويتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية. أطلقت وزارة الصحة بمحافظة أسيوط قافلة طبية بقرية الحاج موسى بمركز الفتح محافظة أسيوط في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. خلال يومين تم الكشف على أكثر من 2000 مواطن مع إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات العاجلة إلى المستشفيات المركزية، مشيرة إلى أن القافلة بها جميع التخصصات الطبية بالإضافة إلى معامل التحاليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان. احنا بنبقى موجودين 4 أيام في الاسبوع، موجودين في كذا بلد، كل بلد بتاخد يومين معانا. بنصرف في كل يوم في حوالي 1000 تذكرة في كل يوم منهم، يعني معدل 2000 تذكرة في كل قافلة من القوافل اللي بتطلعها. احنا بيبقى مشمول معانا مجموعة ادوية متنوعة كبيرة جدا، ادوية غالية بتتوفر للمرضى بالمجان. بعد الكشف والفحوصات بيجي لنا بنصرف له ونكتب له التعليمات بتاعتها، ولو فيها اثار سلبيه بعض المرضى بيكون ليهم بعض التحفظات على سويه بنطمنهم منها من الاثار السلبيه بتاعتها. في بعض الادويه بتبقى موجوده فعلا هنا مجانيه وغاليه بره، لو حب المواطن يجيبها احنا بنوفرها له. بعد كده الكشوفات معظمها يعني مغطيه كل تقريبا كل التخصصات اللي موجوده والادويه المتنوعه اللي عندنا. احنا بنعمل علاج على نفقه الدوله للمرضى المحتاجين، العلاج على نفقه الدوله بقرارات فوريه في نفس الوقت، وكمان بيصرفوا علاج شهر علاج من القافله، وكمان بنحول الحالات اللي محتاجه تحويل للمستشفيات العامه والمركزيه حسب ما بتجيلنا من العيادات الموجوده معانا في القافله. اليوم النهارده ان شاء الله رب العالمين دفعنا ب6 عيادات متنقله، البطنه، الاطفال، الجلديه، الرمد، المسالك، الجراحه، تنظيم الاسره. القافله تضم يومين ان شاء الله من امبارح والنهارده، اقبال شديد على القريه عشان من المناطق المحرومه والنائيه، وذلك تسهيلا لكبار السن وذوي الاعاقه والاطفال الصغار ان شاء الله. قال محافظ المنيا أسامة القاضي إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تسارع من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة. ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم، حيث يتم المرور ميدانيا على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.